الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما عندي زيادة كلام كثير، إنما هي إضافة لكلام الشيخ مزمل حفظه الله تعالى. والأمر يا أخواننا، الداعية يتعامل مع الناس كالطبيب، والآن إذا في طبيب من الأطباء مشارب إنسان مصاب بمرض في راسه وعنده كمان مرض في كراه تحت، فالطبيب إذا كان ده طبيب سليم العقل وعارف يعمل في شنو، فلا شك إنه بيبدأ بعلاج الراس أول حاجة، وإلا يكون طبيب فاشل، يكون ده ما طبيب. فكذلك الداعي يا أخواننا يبدأ بعلاج الأولى ثم ما دونه. فالآن مجتمعنا كل إنسان يعلم مرض المجتمع شنو. مجتمعنا مرضه الأساسي والأول والأكثر مرض بتاع عقائد الصوفية. عقيدة الصوفية متجذرة في المجتمع، ونشأ الناس على هذه العقيدة الباطلة، عقيدة الأولياء يعلم الغيب، الأولياء ينفع ويضر، الناس ينادوا الأولياء يعتقدوا فيهم إنه الأرزاق منهم، الخير الشر يجي من الأولياء ومن الصالحين. وده لو كانوا صالحين حقا، لو كانوا صالحين لما كان عندهم هذه الخصائص والخصال. فكيف وهم بيعتقدوا هذه الأشياء في ناس ما صالحين ذاته، أصحاب القصائد والناس أصحاب المدايح دي وبتاعين القباب والجماعة اللي بيعظموهم، الجماعة دي لسه دي ما صالحين ذاتهم. فلو كانوا صالحين ما يجوز لك تعتقد في واحد منهم إنه ينفع أو يضر أو يجلب رزق أو يجيب خير. فكيف والناس اللي عندنا بيعتقدوا في ناس هم ما صالحين، يعتقدوا فيهم الصلاح، بعد ده يعتقدوا فيهم العقائد دي كلها. فالواجب على الداعية يبدأ بهذا المنكر أولا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. لاحظ في الحديث في فهم عجيب جدا، النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة اللي هي أعظم ركن عملي في الإسلام، أخر الدعوة للصلاة حتى يقر الناس بالتوحيد. فكيف اللي يجي داعية يقول هو داعية سلفي وداعية ناجح، يجي يدعو للسيرة قبل التوحيد، ها؟ ويدعو للرقائق والأخلاق، مكارم الخلق قبل التوحيد. إذا كان يا أخوان الصلاة مدعلمة للناس حتى يتعلموا التوحيد، فكيف تمسك لي مسائل هي في باب الترتيب بعد الصلاة وبعد الصيام وبعد الحج وبعد الجهاد وبعد كله، حتنتجي لمسائل ثانية، مسائل الأخلاق ومسائل كذا، دي بعدية يجي يعلمون لي وتوحيد ما عندهم. أسألك بالله، زول بيعتمد في شيخ وشايل له سبحة وبزور في القبور وبصف في التراب، وانت بتجي بتكلمه عن مكارم الخلق. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال: لو صلحت أخلاقهم واستقامت أخلاقهم لما استفادوا شيئا. تطلع لك مشرك خلوق، يعني شنو مشرك خلوق؟ ولا قليل أدب، كلهم واحد، ما مشرك في النهاية. انت حتشتغل 13 سنة في جامع، واحد جماعة قاعدين في جامعة 13 سنة ما عقايدهم 13 سنة، ويجي يقول لك نحن طبعا عندنا الدعوة للتوحيد مرحلة مرحلة. أنا ما عارف 13 سنة دي في شنو، جاته مرحلة 13 سنة، زول 13 سنة ما يعرف إنه تدعو الله براه وما تدعو الشيخ والعقائد، جاته مرحلة. والمرحلة الثانية بتكون كم إذا كان الأولى 13 سنة والمات في 13 سنة دي بيكلموا منو يعني؟ يا ناس دعوة الرسل دي دعوة واضحة، أنا لما قلتها
في بعض اللقاءات وبنتقد على واحد وده نظامي معاه ان شاء الله، واخونا مزمل وشهاب وكلنا عندنا معاه النظام بكره ذيل كلهم ان شاء الله قد اصلنا. ذيل لما قلت لهم الدعوه تكون دعوه واضحه بيرد علينا وبيتبجح كده، يعني واضحه؟ واضحه يعني شنو؟ واضحه يعني شنو؟ يعني شنو؟ ابراهيم عليه السلام قال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، دي الواضحه الجاري منا انت والجماعه الوراك. دي الواضحه، ما هذه؟ انت بتقدر تقول كلام زي ده؟ كلام عديل انت، شنو تقول له والاستغاثه شرك ودعاء غير الله شرك؟ اي نعم، ممكن الصوفي ذاته يقول لك اي الاستغاثه شرك. لكن احنا ما قلنا نستغيث، احنا قلنا نقول يا وتحسونا. عشان كده ربنا قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليه؟ ليبين لهم، دي قول له يا بتاع البحري، ليبين لهم دي ذاتها اللي بنقول لك احنا دعوه واضحه. سورة الصافات ربنا قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا؟ بعل ده منو؟ ده زول بنادوهم. واحدين قالوا راجل واحدين قالوا مرة، ما عندنا شغلة راجل مرة كل واحد. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين؟ دي الدعوة الواضحة اللي احنا بنقول لك دعوة واضحة، الزول لما يسمع لك يفهم انت دار شنو. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء قال لهم قولوا لا إله إلا تفلحوا، ديلك عرب أقحاح بيعرفوا العربية، ما إحنا هنا ما بنعرفها، غالب ناسنا ما بيعرفوها، فهمت؟ إلا تشرح لها بالدارجي أو توقع عليه بشرح وبعبارات ثانية، كويس؟ أول ما قال لهم قولوا لا إله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة، وقعت لهم، خلت بالك؟ وقعت لهم تمام، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. دورت المشكلة من أول يوم ويقول لك لا وأنا أدعو للتوحيد لكن أنتم ما عارفيني، وكم سنة قاعد ولا يوم ذو السؤال وما في، وقاعد في نص الجامعة ده ذكرتني بتاع عبد الرحمن حامد قال قاعد 20 سنة في مسجد تجارية ذو السؤال وما في، ناس شغال دعوة يا ناس، وأنتم بتلعبوا علينا، أنتم بتلعبوا على الدعوة. شوف يا أنت تجاني يا هم سلفيين لكن تقعد 20 سنة في مسجد بتاع تجانية وزول زالك ما في؟ يا أخي ربنا ما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تجانية بيفرشوا قدامك صلاة الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبغ كده بيفرشوها قدامك، أنت بتسألهم ولا بتسألهم؟ بس واحد من الاثنين، تسألهم ولا لا؟ إذا قلت ما بتسألهم خالفت لا يلقونا، إذا قلت بتسألهم القناية بيجيك في راسك ده. يا ناس ما زول داري يقنعنا انه دعوه التوحيد دعوه واضحه للتوحيد وتكون ساي كده ده وما فيها صراع. ربنا قال افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ده قران تقول لي دعوه واضحه كيف يعني؟ كيف بوريك لها بكره كيف؟ استهبال فارغ. في ناس داري يلعبوا بدعوه بالمنهج السلفي، دار يلعبوا بالمنهج السلفي، الدعوة إلى التوحيد تكون دعوة واضحة. دعوة واضحة، نحن ما قلنا يشترط على الإنسان إنه في كل مسجد من المساجد لابد تذكر أسماء الصوفية وكذا، لا، مسألة فيها تقدير للمصالح والمفاسد ودرء إلى المفسدة وجلب إلى المصلحة وتوضيح للناس وشرح وبيان لهم، ده كله موجود. لكن يا إخواننا الحريص على تفهيم الناس واللي بيوقع للناس المعلومة لو ذكرت اسم أو ما ذكرت اسم أنت في النهاية بتقدر توصل الناس الحقيقة وتنغزهم من الشرك اللي هم فيه. ما ممكن أنت ما قدرت تبين للناس بيان واضح وده تقول أنا دعيت للتوحيد. ربنا قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أنت ما قدرت تتكلم ببينات وكلام واضح ليه؟ ولذلك دعوة السلف ودعوة التوحيد دعوة واضحة وفرقان بين الدعاة وبين أهل الشرك والضلالة. لابد يكون في فرقان. ربنا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرقان، لا نفرق بين الحق والباطل. ربنا قال ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون.
جاي لسه لو جيت قلت لهم انا اتكلمت في جامع وحصلت مشكله والناس اتقسموا فريقين، ناس بيجاي معاي وناس بهناك ضدي، يقول لك لا 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 لا، حقيقه ما احسنت. وما هكذا علماؤنا، انت ما بتعرفهم علماءك، بيوريك لهم بكره ان شاء الله تعالى، ما بتعرفهم. لكن سبحان الله يا اخي، انا والله ما قضيت في النوعيات دي، ما دي راقده، نوعيه زي دي راقده، اي واحد بيجيك من الجامعه الاسلاميه ولا من السعوديه من هناك، بيجي شارب له كميه بتاعت مردغه وكميه بتاعت تمييع وتضييع وضلال. الجامعه الاسلاميه انا شفت الحاصل هناك بعيني، ما تتغشى، اغلب من فيها واغلب الدعوه الشغاله هناك دعوه اخوانيه سروريه، والله السلفيين فيها قله، والله قله. كويس، يجي واحد من هناك مرضان شبعان له شبهات زي دي وكاتل حيله، كويس. انا بستغرب في الناس اللي عايشين في البلد دي وشايفين الشرك بعينهم، السلفيين اللي بيجي بيغتروا بكلام زي ده، واحد يقول لك لا لا والله يا احنا كنا مكتشفين، كنا ما فاهمين الحاصل، ويا دوب فهمنا. فهمت شنو انت؟ فهمت شنو يا اخي انت؟ المجتمع غارق في الشرك وغارق في الضلاله، انت داير تقول لي لا لا وهذا لا ينبغي وهذه اساءات وانا ما درجة رح زوله. شوفوا يا اخواننا، دعوة التوحيد تكون دعوة واضحة، دعوة واضحة مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة. إبراهيم عليه السلام ربنا قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ده عنده حكمة. أسأل أي عاطل من الكوبري بتاع بحري ليل زرقاب، ده ما عنده حكمه ابراهيم عليه السلام؟ قال لابوه اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. ده كلام كيف ده؟ يا ناس وي، يجي واحد يصوت علينا الدعوه دي صوته باصبعه، كل مره الناس مشت لقدامي صوته واحد باصبعه كده. شوف دعوه السلف دعوة مبنية على البيان الواضح، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد إلى آخر الآيات. بالبينات، دعوة بينة واضحة تبين التوحيد، تبين الشرك. ومع ذا كله زي ما ذكرنا قبل شوية، الإنسان يقدر المصالح ويدرأ المفاسد، وده كله عنده اعتباره وكله بموازينه، لكن دعوة التوحيد هي أساس الدعوة، هي أساس قبل كل شيء. وأنا أتحدى أي زول، أي زول يجيب كلمة واحدة أو نص كلمة لعالم من علمانا يقول حتى البيت بجحوا بهم ديل، نحن فتاواهم قاعد عندنا كلهم. أي واحد جيب لي عالم من علمانا بقول تبدأ بشيء غير التوحيد. أو لو أنت عايش في مجتمع مليء بشرك القبور ومليء بعبادة القبور، انت تتكلم عن شيء قبل التوحيد، والله اتحداهم. جيب كلمة واحدة لعالم من علمانا ونحن حنجيب لك الكلام صريح واضح. دي يا اخواننا الدعوة السلفية اللي احنا بنعرفها، دعوة تقوم على التوحيد اولا. والله لو حقق التوحيد لانصلح كل شيء، بس التوحيد ده. شوف اي زول يتفق معك في التوحيد ويوالي ويعادي على التوحيد، ده كل شيء في حياته حيستقيم. عشان كده كانت كلمة الرسل جميعا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة الرسل جميعا كانت مركزة في الاول على هذا الباب، رغم انه في اخطاء ثانية، في اشكالات ثانية، في معاصي، في ذنوب، في قتل، في كل ده فيه، لكن الدعوة تركيزها في الأول يكون على هذا. عموما أنا طلت وشكل الصلاة جات مش